شركة ديارنا بتطلق النسخة الثالثة من المعرض العقاري ذا كابيتال ايجيبت اكسبو، هيبقى يوم الجمعة والسبت 16 و17 ديسمبر بفندق دويست. ايه الحكاية؟ يعني ايه حكاية شركة ديارنا وحكاية المعرض العقاري النسخة الثالثة من المعرض العقاري ذا كابيتال ايجيبت اكسبو؟ انتوا عارفين ان التطورات اللي حصلت في العالم بعد كورونا وأزمة سلاسل الإمداد وحرب روسيا الأوكرانية، كل ده خلى كل دولة تعيد حساباتها، تشتغل بشكل مختلف، تختار أولويات للنشاط الاقتصادي بتاعها، تحاول تساعد المواطنين. الأفراد كل واحد بيحاول يحمي مدخراته ويحمي فلوسه، يحاول يحافظ حتى على اللي عنده. ودايما في مقارنه، يعني ناس يقول لك نستثمر في الذهب، فانتوا شايفين ذهب طالع نازل، الحياه غامضه بالنسبه لي. طب البنوك، فوائد البنوك بتوصل احيانا 16 و18، لكن في النهايه الاسعار بتزيد بشكل في بديل ثالث الناس بتحافظ بيه على مدخراتها وفلوسها، وهو العقارات. وناس كتيره جدا بيتعاملوا مع العقارات على انها الحصان الرابح دائما، تحافظ على قيمة الفلوس بتزيد، بتشتري مثلا بيت او مكتب او بتاخد بتقسط وبعدين تقدر تبيع بعد فترة، فالسعر بيتضاعف. فالعقار طول الوقت هو الاختيار، يمكن الاختيار الافضل. عشان كده طول الوقت الناس بتقارن بين المشروعات العقارية، بين المطورين. الدولة متجهة الان لانشاء، عارفين، العاصمة الإدارية الجديدة، وبعدين مدن الجيل الرابع، عندنا العالمين الجديدة وعندنا مدينة الجلال. احنا في النهار كنا أعلنا عن الدورة الأولى وعن الدورة الثانية، أو النسخة الأولى والنسخة الثانية من المعرض العقاري ذا كابيتال ايجيبت اكسبو، اللي فيه كتير زوار كتير راحوه، وكانت في فرص موجودة قدامهم على الأرض. المعرض لما هتروحوا في معرض ديارنا بيساعدك الحقيقة انك تاخد القرار، تحط قدامك اختيارات كتير، وكأن احنا قدام معرض بيوفر عليك نص المشوار، تلاقي مشروعات كتيرة جدا وافضل عروض في مكان واحد. فبقول لحضراتكم يوم الجمعة والسبت الجايين ان شاء الله 16 و17 ديسمبر في فندق دوست شركة ديارنا. وانتوا عارفين يعني شركة ديارنا ليها تاريخ كبير في مجال التسويق والتطوير العقاري، فبتقدم لعملائها في هذا المعرض 100 مشروع عقاري ما بين سكني وتجاري وطبي وفندقي وسياحي في مدن. هتلاقوا بقى البدائل ايه او الفرص: عاصمة الإدارية، التجمع الخامس، العين السخنة، الساحل الشمالي، اكتوبر، والشيخ زايد. هسيب حضراتكم مع تقرير يلخص لكم الحكاية، وما تنسوش الميعاد الجمعة والسبت 16 و17 ديسمبر، النسخة الثالثة من المعرض اللي بتنظمه ديارنا. شوفوا التقرير، نطلع فاصل، وبعد الفاصل أعود لحضراتكم بضيفي العزيز المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني. ديارنا قدرت ان هي تساعد عملاء كتير في اتخاذ قرار الشراء، سواء كان بهدف الاستثمار او السكن. اهم حاجه عندنا هو اختيارنا للمطور حسب المعايير الصحيحه، بمعنى المصداقيه، التسليم في المواعيد، وتنفيذ الالتزامات والوعود. عندنا قناعه في ديارنا ان راس مالنا هو العميل، وعشان كده بندقق جدا في اختيارنا للمطورين اللي بنشتغل معاهم او هيشتركوا معانا في معرضنا. معرض كابيتال ايجيبت اكسبو في نسخته الثالثه هو فرصتك الاخيره ان انت تشتري او تستثمر باسعار 2022 اللي اوشكت على الانتهاء، ولكن بعروض وخصومات حصريه. المعرض هيكون فيه 40 مطور واكثر من 100 مشروع، المطورين هيتنافسوا عشان يقدموا احسن اوفرز لعملائهم. دلوقتي هو التوقيت المناسب لشراء العقار، خصوصا مع موجة التضخم وزيادة أسعار الصرف والزيادة المتوقعة في بداية 2023 في الأسواق. كمان مدن الجيل الرابع زي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، وكمان المدن اللي بدأت التشغيل والتسكين
زي مدينه المنصوره الجديده لسه مفتتحه من ايام ومدينه الجلال، وهيكون معانا برضو كل المدن الجديده زي التجمع الخامس، الشيخ زايد، اكتوبر، والساحل الشمالي والعين السخنه. في وسط المخاطر الموجوده في السوق دلوقتي بنلاقي الفرص، عشان كده لازم تزورونا في معرض ذا كابيتال ايجيبت اكسبو يوم 16 و 17 ديسمبر بفندق دوسيت التجمع الخامس. في ذا كابيتال ايجيبت اكسبو هتلاقي كل احتياجاتك العقاريه من فيلل، شقق، محلات، مكاتب اداريه، وكمان شقق فندقيه بدون مقدم وتسهيل توصل لحد 20 سنه. مستنيينكم في الموعد.